مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. خير. ضيفنا في لقاء اليوم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم. مرحبا بكم سيد محمد باقر الحكيم. أهلا وسهلا بكم أيضا. استوقفنا في البداية اسم منظمتكم، ألا زلتم أو ألا تزالون تدعون إلى ثورة إسلامية في العراق؟ ماذا تعني الثورة الإسلامية في العراق؟ ما هي مفرداتها؟ نحن نعتقد أن العراق مر بظروف كثيرة تاريخيا، كان أول بلد دخل الإسلام بعد الجزيرة العربية، وكذلك كان يتحمل مسؤولية رئيسية في حمل راية الإسلام باتجاه الشرق الإسلامي، وكذلك كان الشعب العراقي المسلم هو أول شعب قاوم الاحتلال الإنجليزي وتمكن من إخراج الإنجليز من العراق بعد الحرب العالمية الأولى، ويقيم أيضا حكم وطني، وكذلك كان يتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه النهضة الإسلامية في العالم الإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى وحتى يومنا الحاضر. وفي الصحوة الإسلامية التي مرت في العالم الإسلامي كان الشعب العراقي أول شعب بادر للتعبير عن موقفه تجاه هذه الصحوة. هذه الجذور التاريخية والواقعية في الأوضاع السياسية للشعب العراقي المعاصرة اقتضت أن نعطي هذا التعبير عن حركتنا، فنحن نعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك تغيير على أساس الفكر الإسلامي والتراث الإسلامي والرؤية الإسلامية لواقع الأحداث، ولا سيما في التغيير باتجاه العدالة الإسلامية في الداخل والمواجهة مع قوى الاستكبار العالمي في الخارج. ألا تعتقدون أن هذا الشعار أولا غير واقعي في داخل العراق؟ صحيح أنكم أشرتم إلى قضية أنه غالبية الشعب العراقي غالبية مسلمة، لكن هناك أقليات غير مسلمة. هذا ثانيا، ألا يتناقض شعار الثورة الإسلامية مع الطابع الديمقراطي لنظام الحكم الموعود في العراق؟ ولا يمكن أن يشكل هذا الأمر قلقا جديا لجيرانكم وحتى للدول الكبرى؟ بالنسبة إلى موضوع الأقليات الدينية، نحن نعتقد أن الإسلام هو أفضل دين تعامل مع الأقليات الدينية، وأفضل شاهد ودليل على هذه الحقة هو أن الأقليات الدينية بقيت قائمة موجودة في العراق وحتى يوم الحاضر دون أن تتضرر، وتمكنت من أن تحتفظ بكل معالم وجودها وشخصيتها. من ثم في الإسلام لا يعادي الأديان الأخرى، بل في أساس الفكر الإسلامي يوجد تصور عن كيفية التعامل مع الأقليات الأخرى. ومن الناحية الأخرى أن الإسلام واقع قائم في العراق، ويمكن أن يشاهد الآن هذا الواقع بصورة واضحة من خلال إقامة الشعائر الإسلامية التي فرضها أبناء الشعب العراقي على النظام بعد أن حارب النظام وعاد الإسلام لمدة 15 عام على الأقل منذ مجيء إلى أواسط الثمانينات، ولكن أبناء الشعب العراقي فرضوا هذا الواقع، والآن أصبح هذا الواقع واقع يعترف به النظام ولا يمكن أن يتجاوزه. تقيم الآن في طهران، وقاعدتكم هنا موجودة في طهران، قاعدتكم السياسية والإعلامية والشعبية وحتى العسكرية. بصراحة السيد الحكيم، ما هي حقيقة علاقتكم بطهران؟ هل أنتم مستقلون عن إيران؟ بالنسبة إلى موضوع إقامتنا في الجمهورية الإسلامية وفي طهران، أولا الجمهورية الإسلامية تمتاز في علاقتها مع العراق بعدة امتيازات. الامتياز الأول هو أن لديها حدود مع العراق تمتد إلى حوالي 1400 كيلومتر، الأمر الذي يفسح لنا المجال في التواجد في داخل العراق بصورة منتظمة، وهذا هدف من الأهداف المهمة، هو أن نكون دائما موجودين في صومالية عراقية مهاجرة، نكون في الخارج، فبطبيعة الحال يمكن أن نكون في هذا المجال. الشيء الثالث هو أن الجمهور الإسلامي أيضا بحسب العلاقات
الدينية والاجتماعية أيضا تمتاز على كل الدول المجاورة، هو أن منطقة الحدود هي منطقة مسكونة من في الطرفين، يعني في الجانب العراقي وفي الجانب الإيراني، والعشائر اللي تسكن في هذه المناطق سواء كانت عشائر السنية أو الشيعية العربية أو الكردية هي عشائر مشتركة، يعني نصف من عندها يعيش في العراق ونصف من عندها يعيش في إيران، وهذا امتياز لا يوجد في أي دولة من الدول المجاورة للعراق باستثناء بعض المناطق السورية وبعض المناطق التركية بصورة محدودة، أما المناطق الأخرى لا يوجد في هذا الشيء. والأمر الآخر المهم أيضا هو أن الجمهورية الإسلامية في الواقع قدمت لنا الكثير من الدعم المعنوي والسياسي في حركتنا باعتبار أنها حركة شعبية، والقانون الأساسي للجمهورية الإسلامية نص في أحد بنوده على أن الجمهورية الإسلامية مسؤولة عن مساندة حركات الشعوب المستضعفة إذا كانت تعمل من أجل التحرر من الظلم والجور والاستبداد، وباعتبار أن حركتنا حركة شعبية وليست حركة سياسية، يعني فئة سياسية مثلا أو حزب سياسي عندئذ يكون لها ظروف أخرى، وإنما حركتنا تتسم بهذا الاتسام بهذه السمة بدليل هذا الكم الهائل الكبير من المهاجرين العراقيين، يعني يوجد حوالي 3 ملايين مهاجر عراقي بسبب الظروف السياسية لا بسبب العيش مثلا أو طلب العيش، هذا أيضا أحد الأسباب المهمة في هذا التواجد. أما موضوع الاستقلال فنحن أكدنا مرارا عديدا هنا في الجمهورية الإسلامية وفي خارج الجمهورية الإسلامية نحن لدينا استقلال كامل في القرار وفي الرأي وفي الحركة، ولذلك أحيانا قد نختلف مع الجمهورية الإسلامية أيضا في المواقف، وأفضل دليل على هذا الآن الجمهورية الإسلامية توجد لها علاقات وتتطور أيضا هذه العلاقات الآن مع النظام الحاكم في بغداد، ولكن نحن في نفس الوقت لازلنا على نفس المنهج ونفس الموقف السابق تجاه النظام دون أي تغيير. هل نفهم من ذلك إذا قرر الآن نظام الحكم في العراق أن يتبنى نهجكم طالما يسمح للدعاة بأن يعبروا عما يشاؤون ويطبق حتى الشريعة الإسلامية، هل نفهم من ذلك أنكم مستعدون حينئذ للمصالحة مع نظام الحكم في العراق والتعاون معه؟ نحن إذا تبنى أي نظام هذا النهج لا يوجد عندنا أي موقف سلبي تجاه هذا النظام، ولكن نحن نعتقد في نظام صدام بعد هذه الفترة الطويلة من الحكم والأسلوب في الحكم والسياسات التي اتبعها في هذا الحكم أنه أصبح نظام غير قادر على القيام بهذه المهمة وهذا الدور، وعلى أي حال كما ذكرت نحن موقفنا موقف ثابت في تجاه الموضوع، نحن لا نقاتل إلا من يحمل السلاح في وجه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وعندما يبلغ الظلم إلى درجة الاستعباد ومحاولة إذلال الناس وإذلال الأمة بصورة عامة عندئذ نحن نرفع السلاح في وجه هذا النظام. أما عندما لا يكون نظام بهذه الطريقة فعندما نرى منه خطأ انحراف نتحدث عن هذا الخطأ ونتحدث عن الانحراف، نقدم النصيحة ونناضل أيضا من أجل تقديم النصيحة، وقد نتحمل كثير من الآلام والأذى في سبيل هذا الأمر، لكن لا نرفع السلاح في وجه الأنظمة ما لم يصل الأمر إلى هذه الدرجة. نحن من الناحية الفكرية نرى أن النظام إذا وصل إلى درجة استعباد الناس، يعني إذلالهم إلى حد الاستعباد أولا والاستهتار بكل الكرامات والقيم العامة بحيث يتحول المجتمع إلى مجتمع استبداد وطغيان عندئذ، ويحمل أيضا النظام يعني يستخدم القوة في قهر العمل الإصلاحي والتغييري عندئذ يسمح في المواجهة. ألا تعتقدون سيد الحكيم أن حجة الآن الحكومة المركزية في بغداد ستكون أقوى في إقصائكم وإبعادكم طالما أنتم أعلنتم بشكل صريح استعدادكم للتعاون مع الدول الكبرى ومنها البريطانية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون على إسقاط نظام الحكم في العراق؟ نحن أولا لم نعلن استعدادنا للتعاون مع هذه الدول، ومن يدعي هذا الكلام عليه أن يثبت هذا الأمر. نحن قلنا مرارا عديدة وأكدنا ولازلنا نؤكد، وهذا هو منهجنا الثابت الذي لا يتغير، هو أننا نعتقد أن التغيير في العراق لابد أن يتم على يد أبناء الشعب العراقي في الداخل، ولأن هذه أول قضية هي القضية الواقعية. نحن لا ننتظر أن دولة تأتي من الخارج وتحتل العراق وتغير النظام، وثانيا نحن نعتقد بأن هذه القوى الخارجية أيضا هي لا تلتزم ب
هذا النوع من المنهج بدليل أن الجيش الأمريكي والجيش الفرنسي والجيش البريطاني كان موجود في داخل العراق، وأبناء الشعب العراقي حاول أن يقوموا بالتغيير، وهؤلاء شاركوا وساهموا في قمع الشعب العراقي من أجل إبقاء النظام في داخل العراق. فنحن نعتقد أن هذه الدول لها موقف آخر، يعني لا تريد أن يكون هناك حكم شعبي ديمقراطي بحيث هذا الشعب واقعا يكون له دور في الحكم. لكن عفوا سيد الحكيم، الرئيس بيل كلينتون شخصيا هو الذي أعلن أنه يريد إسقاط نظام الحكم في العراق، وأنتم شاركتم في لجنة اللجنة التي اتصلت، لجنة المعارضة العراقية التي اتصلت بوزير الدولة للشؤون الخارجية في بريطانيا الذي قاطعه حزب الدعوة وبعض المعارضة القومية، ولذلك أنتم اتصلتم ببريطانيا وربما لاحقا من الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية واضحة، ليس دعم الشعب العراقي وإنما إسقاط نظام الحكم في العراق. الآن حديثكم تضمن مجموعة من المعلومات التي لا يوجد لدي اطلاع عليها، مثلا أنه تقول أن الرئيس كلينتون شخصيا طالب بإسقاط صدام، أنا لا يوجد عندي مثل هذه المعلومة. هو أعلن بعد انتهاء الأزمة الأخيرة. لا أنا شخصيا لا توجد عندي هالمعلومة، ويمكن أن أقول أن هذه المعلومة غير دقيقة وغير صحيحة. الرئيس كلينتون وغيره من رؤساء الدول لا يكونوا قادرين على أن يطالبوا بهذه الطريقة. نعم قد يطالبون الشعب العراقي أن يقوم بعملية الإسقاط، هذه مسألة أخرى، أما أن تكون دولة خارجية تقوم بعملية بمطالبة الآن بالإسقاط، فهذا الشيء بحسب علمي يعني واطلاعي المحدود أنه غير موجود الآن فعلا، أنه دولة تطالب هي يعني تريد أن تقوم بعملية الإسقاط. عفوا سيد الحكيم، هذا يعني قيل في رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عبر وزيرة الخارجية، قالت نحن نريد تغيير نظام الحكم في العراق. نعم هم يدعون إلى أن إلى تغيير النظام، يدعون إلى أن يكون هناك نظام آخر موجود، يرحبون بنظام آخر غير ذلك، أما يدعون إلى أن يقوم هم بعملية الإسقاط، فنحن لا نعتقد بصحة هذا الأمر أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في إسقاط النظام شخصيا فضلا عن غيرها من الدول، أصلا لا نعتقد بصحته، وأعتقد أيضا هي أيضا لا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأمر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت تريد أن تدخل كان أفضل فرصة لها بعد حرب الخليج، أصلا كانت قواتها كانت موجودة في داخل العراق وانسحبت هذه القوات، أصلا خرجت من داخل العراق بموجب اتفاقيات. هل أنتم كمجلس أعلى للثورة الإسلامية في العراق أو كمعارضة عراقية إسلامية، هل أنتم مستعدون للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والحصول منها على دعم مباشر أكان ماليا أو سياسيا أو حتى عسكريا لإسقاط نظام الحكم في العراق؟ نحن نعتقد بأن الطريق الصحيح للتغيير كما ذكرت هو أبناء يعني أن يقوم أبناء الشعب العراقي بعملية التغيير، ولدينا منهج رسمناه منذ عدة سنوات وكتبناه ووزعناه ونشرناه أيضا، يعني ليس منهجا خفيا وسريا. نحن نعتقد أن كل المجتمع الدولي كما ذكرت بكل قواه يتحمل مسؤولية في هذه النقطة الرئيسية التي ذكرتها، ولا نريد أكثر من ذلك، وهو أن يحمي الشعب العراقي من عمليات القمع التي يمارسها صدام ضد أبناء الشعب العراقي، يعني يحميه من الدبابات، يعني الدبابات تشترى للجيش من أجل مواجهة الأعداء الخارجين لا من أجل قمع الناس وقتلهم، يحمي من المدافع البعيدة المدى، يحمي من الصواريخ التي يستخدم النظام، يحمي من عمليات العسكرية الواسعة التي يشترك فيها قوات الحرس الجمهوري، وهذه توجد قرارات أيضا في الأمم المتحدة تنص على هذه الحماية. نحن نطالب المجتمع الدولي ونطلب التعاون المجتمع الدولي معنا في هذا المجال. لكن لم تتحدثوا عن المعارضة العراقية، ألا تعاني المعارضة العراقية من خلل؟ هل هي منسجمة وتملك مشروع؟ أنتم سألتوا عن المشكلة، أنا أقول أن المشكلة ليست في المعارضة العراقية، وإنما المشكلة في هذه العناصر الرئيسية الثلاثة، وهي العناصر المؤثرة على عرقلة تغيير في داخل العراق، يعني عمليات القمع من ناحية، الوضع الإقليمي من ناحية أخرى، والوضع الدولي، والكثير من الأسماء التي تحدثنا أشرنا إليها في موضوع المعارضة أصلا كانت وليدة لهذه المشكلات. يعني أما المعارضة فلا تعاني من مشكلة؟ لا، المعارضة الحقيقية الموجودة في داخل العراق، قلت الشعب العراقي أصلا الآن يوجد وحدة كاملة بين أبناء الشعب العراقي، الآن الشيعة يتعاطفون مع السنة والسنة يتعاطفون مع الشيعة في العراق بصورة كبيرة جدا، بحيث أنهم يشتركون في الكثير من العمليات، وهكذا الحال مع الأكراد الآن، نحن يوجد عندنا انسجام كامل في حركتنا مع القوى الكردية وفي الأهداف الكلية. ثم المعارضة أيضا عبرت عن هذه المعارضة أيضا من أجل يعني إعطاء
صورة واضحة. نحن أيضا قمنا بأعمال جيدة في إعطاء تصور عن وحدة المعارضة. قمنا أولا بعقد مؤتمر نصرة الشعب العراقي، بعد ذلك قمنا بعقد مؤتمر بيروت، وقمنا أيضا بعقد مؤتمر صلاح الدين. وفي هذه المؤتمرات كانت هناك نتاجات، موضوع مثلا بيان لجنة العمل المشترك الذي كان الذي بعده أيضا أقيم مؤتمر بيروت، كلها عبرت عن خطاب سياسي واحد، عن موقف واحد، عن رؤية مستقبلية واحدة للعراق. إذن فلا توجد عندنا مشكلة في هذا الجانب، يعني في المستقبل ما هي صورة المستقبل، أصلا يوجد رؤية واحدة لدى المعارضة العراقية. المشكلة هي هذه المداخلات تؤدي أحيانا إلى وجود عنوان هنا وصحيفة هناك واسم هنا ومكتب هنا وكلام بسبب هذا النوع من التداخلات. أما المعارضة الواقعية ليترك الشعب العراقي وحدة مع حماية، أنا قلت مع حماية من النظام لا يستخدم القمع. أين وجدنا في عالمنا اليوم مثلا نظام يستخدم الأسلحة الكيميائية ضد أبناء شعبه؟ أصلا هذا لا يوجد في التاريخ. النظام استخدم سلاح كيميائي في الشمال، قتل حوالي 140 ألف إنسان في الشمال. أين نجد في العالم أن النظام يأتي يدمر قرى بكاملها؟ 7000 قرية في الشمال دمرت. نأتي للجنوب، نظام استخدم السلاح الكيميائي في الجنوب، جفف الأهوار ليسكنها حوالي 700 ألف إنسان، أصبحوا بلا مأوى في ظروف اقتصادية يحتاج الإنسان فيها إلى لقمة العيش. الآن هالموارد المائية الغذائية، السمك، الحيوانات، الجاموس اللي كانت تعيش فيها المنطقة كلها أيضا حرم من عندها أبناء الشعب العراقي بسبب سياسات النظام. بعد ذلك أيضا النظام قام بعمليات قمع واسعة كما قلت في الجنوب، في مناطق الجنوب حوالي 300-400 ألف شخص قتلوا في الجنوب في الانتفاضة. هذا النوع من العمليات يستخدم فيه صواريخ أرض أرض، أصلاً يوجد هذا يوجد نظام يستخدم ضد الشعب صواريخ أرض أرض أو يستخدم مثلاً أسلحة ثقيلة. أنتم لديكم قاعدة عسكرية هنا في إيران أو لواء أو فرق، لست أدري بالتحديد، هي قوة بدر. قد يكون الأفضل أن لا تدري لأن هذه القضايا القضايا الخاصة سرية طبعاً، ليس من القضايا الذي يمكن أن نعلن عنها. الأنظمة الآن لا تعلن عن قدراتها وإمكاناتها العسكرية، مع أن أنظمة قوية ومستقرة وعندها وضع يعني كامل، عندها أرض، عندها حمايات، لا تعلن عن إمكاناتها العسكرية. فلماذا يطلب من معارضة عراقية أن تكافح في مرحلة جهاد ومطوقة ومحاصرة من كل مكان يراد القضاء عليها وقمعها بصورة كاملة، أن تكشف كل أسرارها؟ هل أن قوة بدر الآن هي أنتم تهيئون قوة بدر للدخول إلى الأراضي العراقية، إلى أراضيكم بطبيعة الحال؟ قوات بدر الآن موجودة في داخل الأراضي العراقية، هذه المسألة تكون واضحة، أن قوات بدر عراقية وموجودة في داخل الأراضي العراقية. قوة بدر أليست قوات مدعوم، عفوا سيد الحكيم، أليست قوات بدر هي قوات الحرس الثوري الإيراني؟ لا، ليست كذلك. قوات بدر قوة مجاهدة عراقية وتابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وتقوم الآن بأعمال ونشاطات في داخل العراق، ولديها أيضا وجود في داخل العراق. ونحن أيضا نتقيد في حركتنا بالكثير من القيود التي تفرضها القوانين بين هذه الدولة وتلك الدولة. مثلا نفرض يوجد في العلاقات القائمة بين الجمهورية الإسلامية وبين النظام معاهدات وقوانين تمنع من القيام مثلا بالفعاليات في المناطق الحدودية. نحن نتقيد، يعني عندنا فرص كثيرة أن نقوم بعمليات مهمة جدا في المنطقة، ولكن نتقيد. يعني إيران تمنعكم من أن تدخلوا من أراضيها إلى العراق؟ باعتبار نحن نحترم، يعني إيران تمنعنا أمتعنا، هذا شأن إيران. لكن نحن حتى تدرون أنتم في كثير من القضايا إنسان يتمكن أن يحصل على يعني وسائل كثيرة للتهرب من هذا القانون وذاك القانون، وهذا موجود في العالم يعني. ونحن أيضا عندنا وسائلنا الخاصة، لكن مع ذلك نحن نحترم العهود، نحترم المواثيق، نحترم القوانين. نحن عندنا عدة قضايا مهمة جدا. أولا نحترم قوانين الدول المجاورة، ولذلك لم نتجاوز حتى الآن أي قانون لأي دولة مجاورة، سواء الدول اللي تعاملت معنا أو لا تتعامل معنا. واحد. اثنين، نحترم قضية دماء الأبرياء والمدنيين، ولذلك لا نقوم بأي عملية يمكن أن تستهدف أبرياء ومدنيين. نحن الآن لو لم نحترم هذا الشيء يمكن أن نفجر بغداد كلها بدون استثناء. لكن لو كنا نحن نتبع هذا الأسلوب لرأيتم ماذا يجري في العراق. لكن نحن نحترم، لأن هؤلاء المدنيين هم أبناء شعبنا، هؤلاء هم أبناء أمتنا. وحتى لو لم يكونوا يرتبطون معنا من الناحية الدينية، لكن نحن نحترم. هذا أيضا شيء مهم جدا في عملنا. فنحن نتواجد في داخل العراق، نعمل أيضا في داخل العراق، نحترم أماكن مقدسة، ولا نقوم بأي عمل في الأماكن المقدسة من أجل احترام هذا الجانب.
فهذه المسألة من المسائل المهمة جدا التي نحن نهتم بها في أعمالنا وفي حركتنا وفي سلوكنا. من أين تتلقون السلاح الذي تمولون به قوات بدر؟ أنتم تعرفون أن الوضع في العراق ولا سيما بعد انتفاضة 15 من شعبان وحرب الخليج أصبح وضع يعني النظام ضعيف ومنفلت إلى حد كبير، ويمكن أن نؤمن هذا السلاح من أوساط الجيش العراقي أو العشائر العراقية، الآن هي مسلحة بطريقة واسعة جدا. أحيانا النظام يقوم هو شخصيا بتسليح بعض هذه العشائر، وتكون هناك فرصة للحصول على السلاح من هذه العشائر نفسها إلى غير ذلك من الوسائل التي يمكن أن نحصل عليها، التي ما ينبغي أن نتحدث عن كل هذه التفاصيل. عفوا، الآن تقولون نظام ضعيف، ولكن قبل قليل كنت تقولون نظام قوي وقمعي ويمارس كل. لم أقول أنه نظام قوي، أقول نظام قمعي. الفرق بين أن يكون نظام قوي وأن يكون قمعي. النظام عندما يكون ضعيف، نحن في فهمنا لحركة الطواغيت، النظام عندما يتحول إلى الحالة الطاغوتية يعني أصبح نظام ضعيف غير قادر على أن يدير الأمور من خلال أجهزته ومؤسساته الطبيعية، فيتقلص هذا النظام ويحاصر في رأس النظام، يعني في رأس الهرم النظام، يتحول إلى حالة طاغوتية، يحاول أن يسيطر ويستمر ويبقى من خلال القمع ومن خلال الإبادة ومن خلال تخويف الناس ومحاصرتهم بالخوف حتى يتمكن أن يتحرك. فالنظام كنظام لا يوجد لديه قوة أصلا، لا يوجد لديه سيطرة في المناطق الشمالية، كما تعرفون أن خارج عن قدرة النظام. مثلا المناطق الجنوبية في العراق أيضا كثير من الأوقات والأزمنة والساعات هي أيضا خارجة عن قدرة النظام وإمكانيته الحركة. ولذلك الآن النظام ينشر مثلا الأجهزة العسكرية وقواه العسكرية بصورة دائمية في مختلف المناطق من أجل أنه يفرض هذا النوع من السيطرة، بمجرد أن تنكمش هذه الناس يتحركون. شكرا لكم سيد محمد باقر الحكيم على هذا اللقاء. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر.